عيب عليهم هادشي اللي كيديروا لينا. حنا راه ضيعونا، ضيعوا لينا حقنا، ضيعوا لينا حقنا والوراق ديال الماء كل شهر جايين، وحنا كنخلصوا المسكين المسكين خلص فيها 6000 ريال ما كيضيعوش. ما كنا خلصنا في هذا الشهر. انا عندي الوسط، انا عندي الوسط ضعت بالماء ما عنديش، كنضلوا في الخدمه حتى العشيه ونجي ونلقى الفاكتوره فيها 3000 4000. منين غايجي المسكين فاش يخلص قداك وما كاينش الماء؟ الماء ما كاينش، ضيعونا ضيعونا. احنا بغينا الماء، ما بغيناش 4 السوايع. هاد القوانين اللي بغا يديرينا احنا ما بغيناهاش، ما بغيناش 4 السوايع، ما بغيناهاش. بغينا الماء يرجع لينا كي كان، بغينا الماء يرجع كي كان، الماء يرجع كي كان. الفاكتوره 4 السوايع، ما بغينا 4 السوايع، ما بغينا 4 السوايع، ما بغينا 4 السوايع، ما بغينا. دير قالوا لي كثروا دانك ما عندهم ما يديروا به. هذا الشيء جا من عند مالي الماء وهي تهضر على حقهم. قالوا لي حنا ما عندناش نوطيلات، ما عندناش الامكانيات. اكادير عندهم الامكانيات وعندهم السياحه، حنا ضيعونا، حنا راه ضيعونا. يقتلونا يقتلونا يذبحونا، اللهم يذبحونا. ولا هاد الحال فاش كاينين؟ من نهار السبت الماء ما كاينش والناس ساكتين وقاعدين مساكن ما قدوش يهضروا. تيبغي بنادم يخرج تيقول لي لا كاين المخزن، غادي يديروا لكم غادي يديروا لكم. حنا بغينا هذا المخزن يبان علينا. حنا ما عندناش الحق باش نهضروا على حقوقنا. حنا خصنا نهضروا وخص يهضروا الرجال علينا. حنا راه غير عيالات، كيما كانت مرا مسكينه راه غير مرا، كيما كانت مرا مسكينه غير مرا، راه مرا تسناها الصابون، تسناها الاولاد، عندها الضيافين. الا دابا جات هضر بعد الزوال يلا وجاك شي ضيف في العشيه، في العشيه لا جاك فاش غادي دير ليه؟ عندك شي فرح ولدات لك شي بنت، شي عروس في الدار، شي سبوع، شي عرس، ما راه كلشي. حنا راه بغينا الماء، حق مشروع، حق الماء هو الحياه، الماء هو الحياه. كل مواطن راه بغينا العشيه، العشيه جينا نعيدو، حنا غنسيبو دارنا جايين من الدار البيضاء.
على ولادي دابا وجهي قسما بالله ولي بحالي قدام وتهضر راه شي ما فيه معانا. انت على من غادي تنتخبي؟ يلاه قولي لي شكون ما كاينش خاصك تعرفي واحد الانسان تنتخبي عليه. هنا هو هذا الغلط كنديروا الغلط كنديروا الغلط كنتخبي الناس وكيعطوا لي ما ما كاين على من غادي تنتخبي والو والو ما كاينش مسؤولين في بلادنا حنايا ما كنخلص ما كنلقاو باش نغسلوا الحوالي ما كنلقاو باش نغسلوا الدم ما لقاو لنا باش يدوشوا ولا يذبحوا والله الا حشومه لا عيد الحاجه كنشوف لا يقتي حنا كنشوف ولا في بلا عيد انا حار على اللي كيجيو غير كنشوف العطل هادي عامين ما وعاد حاجه اخرى ما كنعسوش قسما بالله حتى كنتوما يحسن خلاص بعد هذاك العام كلماتو فالقي خلينا مسؤولين وعاسين على الماء العربيه عندهم شي حاجه غادي يجي البلديه عندهم كاين شي عرفتي عملوا من هاد المره في الخمسه مره في السته مره في السبعه وكنسقيو كاين ما كتكونش الفعشره جاي مازال ما عمرناش الوعي داكشي باش حنا هاد الحصه اربعه السوايع ولو انه راه مقرف ولكن كاين اللي عندهم ما يعمروا كاين اللي ما عندهمش عاليا تحية حب وتقدير لنساء مدينة داروزان. إذا باسم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وباسم جامعة الموسيقية للمواطنة الحقة نحمل المسؤولية الكاملة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب هاد المتضررات كيعانوا من الاشكاليه ديال الماء. اذا تحديد المسؤوليه الكبرى تقع على عاتق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وبالتالي فهاد المكتب مطالب بحلول انيه قبل الحلول اللي عندها المدى البعيد باسم الساكنه باسم لجان مدينه داروزان. كان نساء مدينه داروزان والصوت ديالهم والصرخه ديالهم
تيقولوا اننا ما كيهمنا الحلول الترقيعيه ديالكم، ما كيهمنا التجزئ ديال الحلول، ما كيهمنا البرمجه اللي كتضر واللي نقصات من الحق في الاستفادة من الماء. اللي كيهم لله يكون يكون الوحدة والتضامن، لله يكون يكون الوحدة والتضامن. ديال الأسئلة مطروحة، أول سؤال اللي كيطرحوه ساكنة التارودان، فينا هو الماء؟ مدة طويلة كان علينا أننا غادي نتفهمو لو كان الإشكال أنه كان هاد السنة فقط، ولكن لثلاث سنوات وساكنة مدينة تتعاني، وتا شي واحد ما كان كيحتج، وتا شي واحد ما كان كيهضر، ورغم ذلك كانت الإدارة صامتة وسكتة. ولهذا كانت الإدارة ديال المكتب الوطني للماء كانت عايشة في واحد الهنا، وكانت عايشة في السعادة ونشطة مع راسها، وسد عليها البيروات ديالها وما كتوضح حتى شي واحد، ما كنا فاهمين حتى شنو واقع، رغم اننا كنسمعوا المد ديال القناه ديال اللي جايه من الدستور، كنسمعوا مشروع ديال ربط مدينه تارودات بالماء ديال سداولوز، شفنا الاشغال اللي كانت على مستوى تجديد الشبكه ديال الماء على مستوى مدينه تارودان المده ديال اكثر من سنه، واللي داكشي اللي كاين، يعني هاد المجموعة ديال الأشغال اللي كنشوفو، أشنا هو المآل ديال هاد الربط مثلا ديال الشبكة والتجديد ديالها؟ إلا كنا كنهضرو أنها هي الحل، علاش ما خداماش؟ وإلا ما خدامة علاش تدارت؟ وإلا تدارت خصها تخدم؟ فهاد الأسئلة حنا كساكنة مدينة تارودان كنشكرو نساء مدينة تارودان بالخصوص اللي خرجو. لذلك حنا اليوم امام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة تارودان باش نوصلوا ليه الصرخة ديال الجماهير الشعبية، والصرخة ديال النساء ورجال مدينة تارودان، وباش نوصلوا ليه الضرر. وحدتنا لازم تصمت، جماهير يتفيد، 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 وحدتنا لازم تصمت، جماهير يتفيد. إذا فالآن المكتب الوطني هو المسؤول الأول، هو مطالب بالحل الآني. حنا عينا من غادي واحد شهرين وسميتو، فايت ذاك العام سمعنا شهرين ثلاث شهور، ذاك العام في يامات الحجب سمعنا واحد شهرين أو لا شهر غيطلق الماء تاع السد، دابا كنسمعوا راه واحد شهر ونص غادي يطلق ثاني، يعني دائما كذلك بالأسئلة اللي كيطرحوها أن مدينة تارودات هي عاصمة الإقليم، وإن لم أقل تاريخيا وثقافيا هي عاصمة الجهة وهي عاصمة الجنوب، فلماذا المكتب ديال الوطني المركزي أو الإقليمي كاين في ولاد تيمو ما كاينش في مدينة تارودات؟ مجموعة ديال الأسئلة مشروعة تطرحها ساكنة مدينة تارودات من خلال هذه الوقفة وبشكل مباشر. إذا حنا اليوم كنطالبوا المكتب حل نهائي، كذلك ماشي المكتب بوحده، كنطالبوا جميع الجهات المعنية المرتبطة بهموم الساكنة والمرتبطة ارتباطا إداريا بما فيها السلطات المحلية، بما فيها المجلس الجماعي المنتخبون، بما فيها القطاعات اللي هي كلها معنية، أنها تلتف حول المطلب ديال الساكنة وتشوف الحل بشكل آلي. واحد المشوفه اسمها المغربيه حق الانسان، وكنقوموا هذه الوقفه الجوجيه كهيئه مغربيه حق الانسان تنسيق مع جامعه تنسيق الاقرى للمواطنه الحقيقيه، على بسبب انقطاعات متكرره بطبيعه الحال اللي كتعرفها مدينه تارودان في الاونه الاخيره،
وطريقة حالي ومساكنة يعني لبات نداء ديال الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، لبات كذلك نداء ديال جامعة المسرحية اللي أقرب مواطنة حقيقية. وهالشيء بطبيعة الحال من بعد ما كانت واحد الزيارة للمكتب ديال الماء الصالح للشرب اللي يعني كانت غير مقنعة من حيث يعني الأمور اللي كانوا، وبالتالي فالمواطنين راح عبروا اليوم على السياق ديالهم من هذا المشكل اللي قائم بالذات. وهذا الشيء بطبيعة الحال مس جميع يعني الساكنة الرودانية، خصوصا يعني الساكنة اللي كاينة في الطابق الأول والثاني إلى آخره. هذا المنبر هذا ديالكم، فكنوجهوا نداء للمسؤولين عن الماء وكذلك السلطة الإقليمية أنها تدخل في القريب العاجل لحل حالة هذا الملف هذا، وشكرا.